يقول: لاحظوا أن بعض المأمومين يحمل المصحف ويتابع مع الإمام القراءة، ولا سيما في رمضان، وبالذات رأيت هذا في الحرم المكي، فما هو التوجيه في هذا؟ هل هو جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذه ظاهرة عند بعض الشباب ظهرت في هذا الوقت، وهي غير مشروعة، لأن المصلي إذا كان ينظر في المصحف فإن هذا يشغله عن الخشوع في صلاته ويشغله عن الإنصات في قراءة الإمام، فلا ينبغي للمصلي أن يأخذ المصحف ويتابع الإمام، إلا إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، كان يكون الإمام يقرأ عن ظهر قلب ويكون من خلفه يفتح عليه لو تشوشت عليه القراءة وهو لا يحفظ القرآن، فلا بأس أن يأخذ المصحف لمتابعة الإمام من أجل أن يفتح عليه لو تشوشت عليه القراءة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.